الآن هذه الشيلة إهداء من زوجتك أم فيصل وأبنائك. عالم الصوتيات جديدة. ألف مبروك ألف مبروك يا رمز الفخار، يوم حزت الترقية بالجهود وبالفعال، رتبتك رئيس رقبة زادتك عز وفخار، عن جدار أخذتها يا الكبو عز الرجال. 6-6-5-0-5-5-8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 -
ألف مبروك يا رمز الفخر يوم حزت الترقية بالجهود بالفعال رتبتك رتبة رئيس زادتك عز وفخر عن جدار أخذتها يا الكفو عز الرجال فعلك نوم سولك في دور العليا مقل أبو فيصل أنت فخرنا ومضرب للمثال يا رئيس الرقب النادر مكانك معتبر أشهد أنك سيف قاطع بميدان النزال وأنت رمز المرجلة يا مشد الظهر وأنفتك وتوه تشمس وتشهد بالجزال نسل قوم من أهل الضالات وحكمهم شبل الحسن هم هل المجد من أول وتال أم فيصل اليوم تفرح باسمك تفتخر لك تبارك بالقوافي وتهديك الجزال لك ولد نادر الراس وقرب البشر في علوم المرجل مسطرك جل الفعال هذا فيصال وبفعال يساوي له عشر صامل صنديد عن رابعه يشيل الثقال هذا السيناريو اللي ليا منا حضر يكفي اللي غاب ويطار وعن صعب المحال اللي بالعلوم يشهد لقلوب وفعل والكفو فيصل ونعمه وانت فخرنا يا فهد يا علي المقام ابتدي بسم الله والقاف صخرها صخر بالتهاني لك يا فهد والابيات الجزال الف مبروك الف مبروك يا رمز الفخر يوم حزت الترقية بالجهود وبالفعال رتبتك رتبة رئيس زادتك عز وفخر عن جدار اخذتها يا الكفو عز الرجال فعلك نوم سولك في دور العليا مقل أبو فيصل أنت فخرنا ومضرب للمثال يا رئيس الرقب النادر مكانك معتبر أشهد أنك سيف قاطع بميدان النزال وأنت رمز المرجلة يا مشد الظهر وأنفتك وقفه تشرف وتشهد بالجزال نسل قوم من أهل الضالات وعزوه شبل الحسن هو اسمك تفتخر لك تبارك بالقوافي وتهديك الجزال لك ولد نادر الراس وقرب البشر في علوم المرجل مسطرك جل الفعال هذا فيصال وبفعال يساوي له عشر صامل صنديد عن رابعه يشيل الثقال هذا السيناريو اللي ليا منا حضر يكفي اللي غاب ويطار وعن صعب المحال شهد لقل وفعل والكفو فيصل ونعمان يا سيد الرجال رتبتك تزيدهم عز يا سيد الرجال وانت فخرنا يا فهد يا علي المقام جوال 00 9 6 6 5